شروق الشمس في سامودا، اليوم الثلاثاء 1/8/1444. نظف العفش، مغادرة المكان، انتقال إلى مكان آخر. الآن نغادر المكان في سامودا بعد أن تركناه نظيفا كما كان. يوم الثلاثاء 1/8/1444. عند غياب الشمس يوم الثلاثاء 1/8/1444. هذه جلستنا ما شاء الله، جلسة كائفة. هذا أبو فيصل عمدتنا، ممتاز وجهك. وأنا مع عبد الله يبي أطلع وجهه. صورني اصورك، تضبطنا الكبسه عاد. اي والله استاء راحت ايام كثر اللحم. هذا انا اي والله نخليها لحميه. جداد النجمه خلاص، يشهدون علينا بعد الجانب. وليمون فندقي ما شاء الله، فندقي ما شاء الله. طيب السلام السلام، ترى واجد اخذنا حضرنا. ايه اخذنا حضرنا. والله هذه جلسة القهوة ساعة الصدر. صباح الخير ان شاء الله ابو فيصل. على هالجلسة الحلوة، على هال والله ما شاء الله فيها.
طيبة. والجاهل إذا جاهل والجاهل قابل بالله قابل بالسلام والسلام. كذلك ننجي المؤمنين. دعاء والاستسلام. قال بعدها نفس الصفحة وزكريا واضح ما فيها الا ما شاء الله. هذا مكان ربيتنا. حاجتك مره فيصل تبغى خطوط الحين لا لا ما نبي خطوط انا ابي سعه صدري يا اخوان اشتريها استقروا بس نستمتع لا ولا لا ما نبي خطوط انا رايي انا ما ابي خطوط لو حطيته ما افطر اي واضح ليش الان نترك المكان وناخذ الزباله معنا نرميها في اقرب حاويه ونترك المكان نظيفا كما كان. هذه قسيمة 502 مع بعض هو واحد. وين كم؟ هذا ب 2 يقول 2 ب 4 جلستنا خلف السنار. لا 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 ما شاء الله. وين ذا هالجنة ذي ما شاء الله ما شاء الله. ابو فيصل هذا نوام الرحلة. لا ما شاء الله عليه صراحة ابو فيصل هذا فاكهة الشتاء. وذا يخذخذ البيض اضبط البيض ما شاء الله ما شاء الله في هالجمع المبارك. يا السلام يا السلام يا السلام يا السلام. ها ما تقدر تضبطها. ها ما شاء الله لا لا خير هنا واحدة هذا الطيور الحمراء.
شاء الله ما شاء الله. هذا الفقع، هذا الفقع، وهذا الدجاج ما شاء الله. صباح الخميس في لينا امام هذا. هي القهوة جاهزة يا ابو فهد. الله يجزاك خير يعافيك، ما شاء الله عليك نشاط ما شاء الله. هالجو هالربيع ما تبي نشاط، كل الشباب نشيطين. اليوم الخميس 3/8/1444، والله الحميس مداوم. لينا اليوم الخميس 3/8/1444 ما شاء الله. نغادر المكان وقد نظفناه وتركناه كما كان. يعني ما شاء الله هالمرة طلعنا من الخزامة وقعدنا في الزحويات ما شاء الله.
الله.